الفترة اللي فاتت كانت صعبة علينا كلنا على مصر كلها في الفيروس اللي موجود، فطبعا فعل البنات كمان أكتر، فاحنا قللنا عدد الوحدات في الأسبوع وقللنا عدد البنات، يعني بدل ما كنا بنشتغل بتكرارات أكتر وخمس مرات في الأسبوع بقينا بنشتغل أربعة بس، فده عشان خاطر الفيروس اللي موجود. وعلى كل جهاز بقى بندخل بنعقم ايدينا قبل ما يعني احنا بنمسك كل بنت وبنت بنعقم ايدينا وبنحط الكحول وبنلبس كمامتنا، وده طبعا بكل يعني في تعليمات من الجهاز الفني بقياده الدكتور محمد فؤاد واسمها المدرب العام، بان احنا في موضوع الاجراءات الاحترازيه ممنوع ان احنا نخش بكمامات، كلنا لازم نلبسين الكمامه طول، بين كل بنت وبنت في كحول بيترش على ايدينا، بين كل جروب وجروب كحول بيترش على ايدينا، وهؤلاء الامور تعب واحنا تعبنا والحمد لله. البطوله اللي فاتت الحمد لله احنا جايبين 19 ميداليه ذهب واثنين فضه، طبعا كانت بطوله صعبه جدا جدا ان كان الوقت فيها قليل جدا، احنا اتمرنا يعني حوالي شهرين ونص شهرين لان الوقت كان صعب في موضوع الاجراءات الاحترازيه وكده وبدانا متاخر، الحمد لله يعني كثفنا على قد ما نقدر وقتنا وكنا على قد ما نقدر وقتنا يعني بيبقى قليل، بس الحمد لله البنات كانوا كويسين وكانوا في التمرين وكده، والجروب اللي معانا مدربين رجاله الحمد لله قدروا ان هم يشتغلوا الحمد لله، كابتن عبد الرحمن صوفي وكابتن تقي وكابتن محمد ومس زينه ومس شيماء، الحمد لله قدرنا كلنا مع بعض تيم واحد ان احنا نقدر نوصل بالبنات للمستوى الحمد لله اللي كان بيليق بينا، والحمد لله قدرنا نكسب ثقه الجهاز الفني وثقه المدرب العام. المدربين بيتعاملوا مع الاولاد عشان هم سنهم صغير ان هم زي بابا وماما، فبيبقى فيه جزء شده وجزء لينا، لان احنا لعبه الجمباز لعبه صعبه جدا، فلازم يبقى فيها التزام ولازم يبقى فيها تركيز عالي جدا، فالمدربين بيعملوا حسابهم قوي في تمرين مع اللعيبه ان هم يحافظوا عليهم على قد ما يقدروا، هم بيخافوا عليهم جدا وبيحافظوا عليهم على قد ما يقدروا. احنا لعبنا تحت 8 سنين وتحت 7 سنين، تحت 7 سنين كان عندنا 24 لعيبه خدنا الحمد لله 24 ميداليه ذهب، وتحت 8 سنوات 21 لعيبه 19 ميداليه ذهب واثنين فضه، وطبعا كان الموضوع صعب جدا لان فتره التدريب كانت قليله قوي بعد العوده من الكورونا واستئناف النشاط، فكانت فتره التدريب ان احنا ناهل اللعيبه للاجباريات اللي الاتحاد حاططها فتره قليله جدا، فالموضوع ده كان صعب، فاضطرينا ان احنا في اخر فتره البطوله ان احنا نكثف التدريبات شويه، وطبعا اولياء الامور كان ليهم دور معانا جامد جدا، فانا طبعا بشكرهم على ان هم واقفين معانا علشان في الاخر نوصل للنتيجه اللي احنا وصلنا. هو تجهيز نفسي بعد التجهيز البدني، علشان هو مبين لو نفسيتهم مش كويسه احنا مش هناخد اي حاجه، حتى لو هي لعيبه لو احسن لعيبه ممكن تطلع تقع عادي. التجهيز البدني او علاقتي بيهم دي علاقتي هتبقى مختلفه شويه عن المدربين، لان انا كنت لاعبه، فالموضوع هيبقى من برسبكتيف مختلف شويه، يعني هيبقى حتى برسبكتيف عن باقي المدربين لان انا يعتبر سني صغير بالنسبه لهم ولاعبه، فالموضوع هيبقى الطف وبيبقى اسهل. عامه الاستعداد 13 سنه هو بالنسبه ان هم كبار فهم اختياري، واستعداداتهم اصعب شويه لان بنات في سن صعب والسن محتاج تركيز اكتر، فبنزود تمارين بنزود اعداد بنحاول نزود نخليهم يستحملوا اكتر، فان شاء الله بنستاهل. انا لعبت هنا كتير قوي وعملنا تيست كتير وفتنس كتير، رحت البطولة في مدينة نصر خدت مركز أول، خدت ميدالية ذهب. اسمي ليلى أبو المجد وعندي 7 سنين ونص، في مدينة نصر والبطولة اللي فاتت جبت ميدالية ذهب. بدنا نتمرن كتير ونتعب عشان نبقى نلاقي حاجة، اشتغلنا بيم وحصان وارضي ومتوازي، كلنا كنا عملنا احسن حاجه عندنا وجبنا ده. قعدنا نتمرن كل يوم وعملنا الحركات كلها، وكابتن قعدوا يشغلونا فيتنس عشان نعرف نعمل الحركات كلها في البطوله.